الفنان الكبير منتصر بالله بنرحب بحضرتك في كاميرا الفجر. اهلا وسهلا، ازي حضرتك؟ وميرسي جدا وبشكرك. عايز حضرتك تكلمنا النهارده عن المهرجان. انا جاي عشان التكريم اللي عملوه استاذ اشرف ومراتي موجوده وبنتي موجوده وبنت بنتي موجودة هنا عشان يبقوا معايا. يعني دي بنت بنتي، بنت هبة. أقول له إيه؟ ما أعرف. كلمنا النهاردة عن مرض حضرتك وكانت شايفها ازاي؟ مين؟ فترة المرض بتاعت حضرتك قيمتها ازاي؟ في حاجات اتعرضت لي كنت انا مبسوط، في حاجات كتير ما اتعرضت ليش كنت اتمنى انها تتعرض برضو. زي ايه؟ زي حاجات عرضتها في ما تعرضتش كتير، يعني حاجة زي اللي تعرض زي مصر. لا في حاجات بتعرض. لا العلمة باشا، وعائلة سعيدة جدا. عائلة سعيدة، حضرات السادة العيال. حضرات السادة العيال. كان في حد من الوسط بيتواصل مع حضرتك وبيطمن عليك؟ في والله ناس من الوسط ويشكروا يعني على انهم اتصلوا، وفي ناس زعلت منهم لانهم صحابي جدا ما سالوش فيا. يعني دي من الحاجات اللي زعلتني، ما بقولش اسمائهم بس بديهم فرصه انهم يسالوا عني، ان يعني دول انا بحبهم وهم بيحبوني وما سالوش فيا. وضع طبيعي ان انا ببقى شايل منهم، مش زعلان. يعني درجه الدرجه بيني وبينهم ان انا زعلان منهم. كان نفسي عاتبتهم؟ اتواصلت مع حد؟ لا، ما سالوش فيا عشان اعاتبهم، بس بتمنى ان انهم يسالوا فيا بعدين. يعني كلمه لجمهورك اللي بيتابعوك على السؤال. ايه كلمه لجمهورك؟ كلمه ليا اللي هم اللي ما سالوش فيا، اتمنى انهم يسالوا فيا عشان انا بحبهم. شكرا لحضرتك. شكرا ليك.